اهلا بيك كابتن ايمن اشرف على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا ايمن. اهلا بيك عبد الرحمن، وبرحب بجمهورك كلهم يا حبيبي. اولا انا قلت ان انا شهدت فيك مجروحه لان انا زميلتك وعارفك كويس قوي وعارف اليوم اللي انت دخلت فيه النادي الاهلي، لكن احكي لي انت عن اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي واحساسك دلوقتي وانت عندك تحدي جديد. انا متاكد ان انت هترجع النادي الاهلي في يوم من الايام تاني، وعندي ما عنديش شك واحد في المليون في ده. طبعا يعني من ناحيه انا زميلتك فاحنا اصحاب من زمان جدا، وده شرف ليا يا حبيبي، انا اللي اتشرف بده والله. ودايما متعلق على قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا حبيبي. طبعا يعني اول يوم دخلت في النادي الاهلي كنت في اختبارات، يعني اختبارات عادي زي اي طفل. كان عندي 6 سنين ونص تقريبا. بدات اختبارات فترات كتير جدا، ودخلت النادي الاهلي وانا عندي تقريبا 7 سنين. تأهلت يعني في الناشئين، كان كابتن بدر رجب ومحمد سيد وكابتن عادل عبد الرحمن ومستر فروفر، كل الناس دي طبعا يعني اتمرنت معاهم تحت ايديهم وانا صغير في الناشئين، وكابتن مجدي طلبه. فلا يعني الواحد من صغره قعدت استراحه الناشئين في النادي الاهلي، فانا من صغري وانا متربي في النادي الاهلي، يعني دايما كانوا بيربونا من صغرنا على الانتماء وعلى الروح وعلى اللعب لغايه اخر ثانيه. الواحد يتعلم في النادي الاهلي حاجات ما اتعلمهاش في حياته، يعني اللي هي الحياتيه. يعني انت تربيت جوه النادي، يعني انا وانت متربيين في نفس المكان. يعني انا قعدت في استراحه الناشئين، كنت متغرب، انا من بلد المطريه الاهليه، مدينه كده جنب المنصوره. انا كنت متغرب، كنت قاعد من صغري من وانا عندي 7 سنين في استراحه الناشئين. انت واخوك، انا فاكر انت واخوك كنتوا انتوا الاثنين. نعم، في القاهره، وكان في اهتمام جدا بالناشئين وقتها، اهتمام كويس جدا. وخلي بالك الاهتمام ده على مدار السنين بعد كده طلع اجيال كويسه، يعني اسماء كويسه في النادي الاهلي، منهم الشناوي بيلعب حاليا، منهم محمد هاني، منهم كابتن حسام غالي، منهم كابتن اسامه حسني، كل دول من قطاع الناشئين النادي الاهلي. يعني كابتن عماد متعب وكابتن حسام عاشور وكابتن اسامه حسني، كل دول من استراحه الناشئين. وانا زميلتهم، كنت انا صغير وهم كبار، كانوا لسه في الناشئين وانا كنت قاعد معاهم في الناشئين. ف وعمرو جمال وحسين السيد ولاي واحد وتريزيجيه، كلكم مجموعه كبيره قوي، انا فاكر كلكم. يعني اجيال من الصغيرين للكبار كانوا في استراحه الناشئين. فبقول لك كان في اهتمام رهيب جدا في النادي الاهلي في قطاع الناشئين وقتها، وكان مستر كروفر كان خبير هولندي كان موجود. محظوظ اللي لحق مستر كروفر ده، لانه كان بيأسس تأسيس خاص جدا، محظوظ اللعيبه اللي لحقته. حاجه محترمه. ونسيت اسم كمان، كابتن محمد وهبه كان موجود برضه. طبعا كان مع مستر كروفر كابتن محمد وهبه. طبعا كابتن محمد وهبه وكابتن بدر رجب. يعني لا يعني كان فيه اهتمام رهيب بالناشئين، وده طلع اجيال كويسه من الناشئين. طبعا انت يعني ذكرت كل تقريبا الاسماء اللي كانت موجوده وانت موجود في استراحه الناشئين، انا كنت تقريبا بايت معاكوا يعني في النادي، وكنت محظوظ ان انا موجود في وسط الناس اللي انت قلت اسمائهم دي كلها. لكن امبارح شفت الاجواء ازاي في احتفال جمهور النادي الاهلي بالدرع وهم بيكرموك تكريم خاص، بيهتفوا باسمك في الملعب، حاسين باللي انت قدمته. ده مش اي حق. خلي بالك يا ايمن، انت خرجت من النادي الاهلي من باب الكبير، لكن انت ما خرجتش، انت في قلوب الناس جوه النادي الاهلي وشخص مرغوب فيك في النادي الاهلي. انت ممكن تقدم مواسم في انديه ثانيه، لكن انت زي ما انت قلت انت ابن من ابناء النادي الاهلي. شفت ده امبارح ازاي من جمهور النادي الاهلي وهم بيكرموك؟ يعني بص، حفاوه يعني حلوه جدا. الواحد على قد ما هو كان زعلان ان هو هيسيب البيت بيته مؤقتا، وزي ما انت قلت في المستقبل اللي فيه ان شاء الله ما تعرفش النصيب فين، ارجع كلاعب كوره او ارجع ككادر. وده كان كلام كابتن خطيب معايا، انك الاجيال اللي جايه محتاجه قدوات وكوادر زي شخصيتك في الالتزام وفي الانضباط وفي اللعب وفي الروح. فطبعا يعني انا بشكر جمهور النادي الاهلي من خلالك. يعني انا كنت سعيد امبارح بالاحتفال، وكان احتفال دوري كمان، فكانت فرحه فرحتين. فبارك لجمهور النادي الاهلي على الدوري، وان شاء الله مزيد من البطولات يا رب. طيب تقييمك للموسم اللي فات ده، وعايز اعرف منك انت حققت كام بطوله مع النادي الاهلي تقريبا؟ انت واخد 3 بطولات افريقيا اللي هم اللي في الاخر دول، واخد عدد بطولات دوري كبير، واخد كاس. تقييمك للموسم ده والبطولات اللي انت حققتها مع النادي الاهلي؟ بص، هو الموسم كفريق طبعا يعني موسم 100% ناجح، يعني كفريق موسم 100% ناجح. لكن كموسم ليا انا شخصيا، انا يعني طبعا
فتره صعبه بالنسبه لي، لكن في الاخر كان مهم مصلحه الفريق ان هو ياخد افريقيا وياخد سوبر وياخد كاس وياخد دوري، ده كان مهم جدا. السنه دي لان السنه اللي فاتت انت يعني تقريبا موسم ما كانش احسن حاجه، لكن السنه دي انت قدرت ترجع بالفريق تاني، وده من خلال خلي بالك التخطيط كويس من الاداره. يعني انا عايز برضو اشكر كابتن محمود الخطيب، في لفته عملها السنه اللي فاتت، لفته هي اللي عملت الموسم ده حقيقي. يعني انا عايز اشكره من خلالكم، يعني ان اللفته دي جه في الموسم اللي فات احنا خلاص خسرنا الدوري، وجي فاضل تقريبا 7 8 ماتشات واحنا خسرانين الدوري خلاص. يعني فهو ادى الراحه للعيبه كلهم، ادى السبع لعيبه اجازه وقال لك لازم ياخدوا اجازه، واللعيبه تعبانه ومنهكه من لان احنا كنا 3 سنين ورا بعض لاحمين بطولات ورا بعض. مظبوط، الفتره بتاعت الكورونا دي كلها لحمت في بعض فعلا. بالظبط كده. فدي اللقطه ما يعملهاش غير رئيس نادي كان لاعب كوره قبل كده. طبعا طبعا. فاهم قصدي؟ وطلع دافع عن اللعيبه ديت، وده كانت بدايه نجاح الموسم ده. مظبوط، يعني عندك حق ايمن. بدايه النجاح يعني. فطبعا دي حاجه كويسه جدا، ومن خبرات كابتن محمود الخطيب ان هو عمل كده يعني. انت عندك كم بطوله افريقيا وكم مشاركه في كاس العالم للانديه ايمن؟ انا عندي 2 مشاركه كاس عالم انديه، ومعايا دلوقتي 3 دوري ابطال. انا معايا يعني 17 بطوله ما شاء الله، منهم 6 دوري ودوري ابطال وكاس مصر وسوبر افريقي وسوبر مصري. الحمد لله. في انديه كتير، لو جمعت كام نادي مع بعض كده ما عندهمش العدد اللي عندك دايما. خلي بالك انت تاريخ كبير يعني. طبعا الحمد لله الواحد يعني بيتشرف. انا يعني انا فخور بنفسي ان انا حققت تاريخ كبير مع النادي الاهلي، وفخور بنفسي اكتر ان انا خلال الموسم دوت ان انا ما العبش خالص، واقدم مردود من الالتزام والانضباط بالشكل ده. فانا فخور جدا بنفسي يعني. احنا اللي فخورين بيك كاحد كباتن فريق النادي الاهلي، وده فعلا حقيقي مش بجاملك ولا اي حاجه. انت عارف الاهلي ازاي بيقدر ولاده، وجمهور الاهلي كمان بيقدر ابناء النادي فعلا يعني. فاحنا كلنا فخورين بيك يا ايمن الحقيقه يعني. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، والله يعني شكرا ليكم كلكم يعني على الدعم اللي انتوا مقدمينه. لكن الحمد لله يعني الواحد اخلص واجتهد وفترات كبيره جيت على نفسي ولعبت فترات كبيره في النادي. انا شاهد الظروف اللي انت مريت بيها يعني. وخلي بالك دي مش اول مره ايمن، انت طلعت ورجعت عادي وانت متعود على التحدي ده يعني. يعني بص، انا رئيس النادي كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يعني فاتحين الباب وقالوا لي ده بيتك، اي وقت قررت انك ترجع ده بيتك. وانا طبعا ده شرف ليا وحاجه كبيره بالنسبه لي، وانا تحت امر النادي في اي وقت يعني. وانت لعيب كبير، انت لعيب كبير ياما، انت طلعت مره ورجعت كابتن فرقه كمان، وانا متاكد انك هترجع تاني لانك احد ابناء النادي الاهلي ومن الشخصيات اللي بتعرف. مش اي حد يلعب في النادي الاهلي عدد المواسم الكتير دي يا ايمن، ومش اي حد ياخد العدد الكبير من البطولات ده في النادي الاهلي. انت طبعاً عارف قيمه نفسك كويس يعني. طبعا 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 حبيبي، وبتمنى طبعا التوفيق لزمايلي كل اللعيبه اللي انا اتمنتهم في النادي الاهلي والجيل الحالي، بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، يقدروا دايما يرفعوا اسم النادي الاهلي العالي فوق. وبتمنى التوفيق لكابتن سامي وكابتن سيد، وبشكر كل الاجهزه الفنيه اللي انا اشتغلت معاها في النادي الاهلي، ويعني وبشكرهم يعني. طيب اخر حاجه، انت جالك طبعا اكيد عروض كتير في الفتره دي، لكن انت اخترت البنك الاهلي، ليه البنك الاهلي كخطوه جديده بعد النادي الاهلي يا ايمن؟ بص يا عبد الرحمن، انا صراحه جالي عروض كتير جماهيريه، وجالي عروض يعني انديه مش جماهيريه. انا الاختيار الاول كان بالنسبه لي ان انا اروح نادي ملتزم، عندهم التزام وانضباط، وعندهم طموح السنه اللي جايه ان هم يقدروا يعملوا حاجه، لان ده هيساعدني انا كايمن ان انا ارجع تاني ابقى كويس. فالانسب ليا كان نادي البنك الاهلي لما قعدت مع اللي هو اشرف مختار، يعني رئيس نادي محترم جدا يعني. اكتشفت يعني ان هو عنده طموح، وعنده طموح الموسم اللي جاي ان هو يبقى في المربع، والسنه اللي بعدها عايز يلعب افريقيا. فلا يعني لقيت الطموح عندهم كويس جدا، وعندهم النادي نادي احترافي يعني. النادي نفسه اللي هم بيتمرنوا فيه الملعب والاوض اللبس، يعني لقيت حاجات قريبه جدا من النادي الاهلي. يعني حسيت ان الدنيا مش فارق بعيد قوي، حتى الفكر اللي هم بيفكروا فيه قريب شويه من النادي الاهلي. حسيت لا يعني الجمهور قريبه.
وفرقه طبعا يعني ما فيهاش جمهور فالضغط هيبقى اقل شويه يعني. طيب فدي كل دي كانت من الاسباب يعني. قعدت مع المدير الفني اليوناني اللي بيقود فريق البنك الاهلي دلوقتي، طبعا هو اكيد انا متاكد انه عارف تاريخك وعارف انك لعيب منتخب مصر والكلام ده كله، بس انت قائد جديد رايح، انت رايح وانت كبير ورايح قائد كبير، اتكلم معاك قال لك ايه اول مره؟ هل طلب منك ان انت تدخل ثقافه الفوز بقى؟ هم في بعض الانديه اللي بتبقى طالعه جديد عايزه تجيب واحد كابتن فرقه تاخد بيه تكسب بيه ثقافه الفوز وتنقلها للعيبته عشان يبقى بعد كده النادي بيكسب وبيخش مربع الذهبي زي ما انت بتقول، هل حصل وتواصل؟ انا لسه ما قعدتش معاه لان هو مسافر، هو في اجازه يعني دلوقتي، فلا يعني اتكلمنا وكده في التليفون وكده، وهو مرحب بيا وبيعجبه طريقه لعبي وده هيفيده جدا في طريقه لعبه في الموسم اللي جاي، فطبعا انا اتشرفت بدوت وقلت له ان انا يعني هبذل قصارى جهدي ان انا يعني اكون على قد الثقه اللي هم حاطينها فيا، فبتمنى التوفيق لنفسي طبعا ان شاء الله الموسم اللي جاي اقدر باذن الله يعني اثبت لنفسي قبل ما اثبت لاي حد ان انا ايه يعني ايمن اشرف يعني. لا انت كده كده هترجع منتخب مصر، انت اي مدرب في منتخب مصر ما بيصدق انك تشارك عشان تكون موجود، خصوصا كمان حته الباك شمال دي في مصر دلوقتي مش اسماء كتير اللي فيها، يعني اسم ايمن اشرف من الاسماء البارزه فيها، يعني انا متاكد ان انت هترجع منتخب مصر كمان. هو ده طموحي الشخصي ان انا اعود لمنتخب مصر تاني، لان طبعا كل واحد فينا بيبقى ليه الشرف ان هو لابس تيشيرت منتخب مصر. فطبعا يعني من الحاجات الشخصيه الاسباب الشخصيه اللي انا عايز اعملها والاهداف الشخصيه ان انا عايز ارجع منتخب مصر ان شاء الله، ومن الاهداف الجماعيه بالنادي البنك الاهلي ان احنا نعمل حاجه كويسه السنه اللي جايه ان شاء الله، واهدافنا يعني اهدافنا ان شاء الله نقدر نحققها باذن الله. طيب انا عايز اسالك بقى عن شكل المنافسه السنه الجايه اللي انت متوقعها شكلها عامل ازاي في وجود البنك الاهلي وفي وجود انديه تانية كتير، حتى الناديين اللي طالعين زد والجونه انديه صارفه كتير جدا برضو، عايز بلديه المحله طالعه فيها بعض الانديه الجماهيريه اللي هتبقى موجوده، لكن عايز اسالك عن شكل المنافسه الدوري اللي جاي انت شايفه ازاي؟ بص انا اعتقد ان الدوري اللي جاي هيبقى اقوى كتير من السنين اللي فاتت، لان الانديه كلها بتدعم بشكل كبير وكل الانديه زي ما انت بتقول هيبقى معاهم يعني هيصرفوا كويس على الفرق بتاعتهم، فاعتقد هيبقى الدوري اللي جاي هيبقى شكله كويس، اتمنى ان يبقى الشكل العام كويس في الملاعب وفي التصوير وكل حاجه، شكل منتج الدوري نفسه يعني عشان يطلع الدوري شكله كويس، لكن المنافسه ان شاء الله تبقى منافسه قويه وده اللي بيحل الدوري يعني. لما يكون المنافسه قويه بين الانديه كلها ده بيحل طعم الدوري، فنتمنى ان شاء الله السنه الجايه يبقى منافسه قويه وكل الفرق تشارك بقوه، وبتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. انا من اجل ايمن اشرف يعني، انت عارف احنا هنا اهلاويه بس، لكن انا من اجل ايمن اشرف هتمنى التوفيق لنادي البنك الاهلي طبعا كواحد من ابناء النادي الاهلي. طيب عايزك توجه بقى نصيحه للاعب النادي الاهلي الجديد امام عاشور، وانت كابتن من كباتن النادي الاهلي، فوجه نصيحه لواحد جديد في النادي الاهلي. والله يمكن انا قلت قبل كده امام لعيب كويس جدا وعنده لعيب دولي وعنده خبرات كويسه في افريقيا وفي الدوري فيعني لعيب ما حدش يختلف عليه، اثنين امكانياته كبيره جدا. طبعا النصيحه اللي انا قدمها له كاخ كبير لي يعني ان هو دايما يلتزم مع النادي الاهلي ودايما الصمت زي ما بيقولوا لغه العظماء، اشتغل اكتر واجتهد اكتر وتعب اكتر من اجل الحصول على البطولات ومن اجل زياده حب الجماهير دي، كده كده الجمهور بيحبه ومرحب بيه جدا في النادي الاهلي، لكن من اجل زياده حب الجمهور ومن اجل صناعه التاريخ ليه والنادي الاهلي لازم يجتهد ويتعب وما يتكلمش كتير، وبتمنى له التوفيق. ايمن يعني انا فرحان جدا بوجودك معايا النهارده في مداخله كان نفسي فيها جدا، وفعلا واحد زيك كابتن من كباتن النادي الاهلي، كابتن كمان من الناس اللي تشرف الناس القدوه في النادي الاهلي، انا بشكرك جدا، وانا عارف ان انت الموضوع ده بعوده، انت راجع النادي الاهلي تاني بشكل او باخر، انت هتبقى موجود، انت احد ابناء النادي الاهلي، احد كباتن النادي الاهلي، وكل التوفيق ليك مع نادي البنك الاهلي ان شاء الله. ايمن شكرا يا عبد الرحمن، وبشكرك جدا وبشكر قناه النادي الاهلي، بشكركم جميعا. شكرا شكرا ايمن، واحد فعلا يعني من ما سمعنالوش حس
لعيب بيلعب كوره بس، مؤثر في كل النتائج اللي كان موجود فيها، كان موجود في كل البطولات، كان موجود في كل المناسبات، كان موجود في كل السنين اللي فاتت دي. فتره من الفترات كان ايمن من اللعيبه القليله اللي كانت ما بتطلعش من الملعب. خلي بالكم لعيب جوكر، لعيب عنده شخصيه بطل، لعيب بيقدر ينقل ثقافه الفوز لاي نادي هيروحه. فبالتالي نتمنى له التوفيق كابن من ابناء النادي الاهلي، ونتمنى له كمان ان شاء الله انه يرجع النادي الاهلي بشكل او باخر بقى كلاعب او ككادر. هو يستاهل، هو احد ابناء النادي الاهلي اللي يستاهلوا فعلا يعني. شكرا ايمن اشرف على مسيرتك اللي فاتت، وان شاء الله لسه ما خلصتش، ان شاء الله يعني لسه ما خلصتش، هتكمل ان شاء الله يعني. كل التوفيق ليك يا ايمن.